حماده، احنا بنتكلم جماعيا وانا شايف ان المباراه متعادله جماعيا. اللي هيفرق شويه هي القدرات الفرديه لبعض اللعيبه سواء في الجانب الهجومي او في الجانب الدفاعي. نحط عينينا على مين النهارده في نادي الزمالك، ونحط عينينا على مين في بيراميدز علشان نشوف الفوارق الفرديه ممكن تدي الافضليه للزمالك ازاي. هو بص، اول حاجه انت يعني هتحط عينك على الاول على التكتيك والكره الجماعيه اللي بتتلعب. في نواحي بقى لعيبه عندهم النواحي المهاريه والفرديه من خلال صناعه اللعب، يعني مثلا احمد فتوح مفتاح لعبه مهم جدا، باك الشمال، خلي بالك دلوقتي بيخش نص الملعب فبيعمل لك شكل في نص الملعب. عبد الله الصعيد وناصر ماهر من مفاتيح اللعب وصناع لعب وبيزيدوا وبيروحوا يجيبوا جوان وبصير. هل دخوله في نص الملعب حماده دي تعليمات مدرب؟ طبعا. الهدف منها ايه؟ ان هو لعيب كوره ممكن الخط ما يستلمش كور كتير فيه، ففتوح لسه راجع من اصابه، فعايز يلمس الكوره كتير عشان يبقى عنده ثقه في نفسه، وان هو دايما الكوره بتجيله عشان فتوح لعيب مهاري، فلو كان حطيته على الطرف الطرف اتقفل، فبيضطر الماتشات اللي فاتت والنهارده هتشوفه كده، هتلاقيه داخل في نص الملعب، ممكن كمان تلاقيه يبقى تالت مع نبيل دونجا وعبد الله السعيد في نص الملعب ساعه الضغط على الخصم. مين اللي يقوم بدوره كابتن وهو داخل في وسط الملعب علشان يقوم بدور صناعه اللعب؟ هيقوم بدور صناعه اللعب اللي هيبقى مكانه مكان معاش مع شلبي، يعني يساعد مع هترحل بقى، انت ممكن يبقى ناصر ماهر هترحل مثلا، ناصر ماهر ممكن، فاهم ازاي؟ يترحل فاهم ازاي؟ المهم ان انت تستحوذ على نص ملعبك، لكن انت عندك فتوح مفتاح لعب مهم جدا النهارده، عبد الله السعيد طبعا وناصر ماهر من مفاتيح اللعب المهمه دول، عندك طبعا مصطفى شلبي بسرعاته، واتمنى ان مصطفى شلبي يغير شويه من طريقه لعبه، مش عايز دايما على الخط، يعني مصطفى في تنوع، في تنوع مره على الخط، طب الخط مقفول، طب خش لجوه شوت، اعمل وان تو، خش نص الملعب، مش دايما تخليش طريقه لعبك ثابته، او يعني موقف معين انت بتستخدمه، لازم يبقى عندك فكر دايما الناحيه دي مقفوله، لا ارجع العب لمسه واحده، مش لازم كل كره خدها ورقص وعايز اعدي، ما انت هتتعب، مجهودك هيتعب. لكن النهارده برضك سيد نيمار من مفاتيح اللعب المهم، لكن انا بعتبر النهارده فتوح، عبد الله السعيد، ناصر النهارده دول اهم ثلاث مفاتيح لعب عندي اقدر استغل لهم. لو الثلاثه دول كويسين في سيطرتهم على نص الملعب وضغطهم على لاشين والكارتي ولادي توريه هنعمل ماتش كويس، لان عندك جبهات. يمكن انا ممكن اختلف مع وليد شويه، ان قال لك عمر جابر ما يزيدش مع نيمار، لا طول ما انا وليد الكوره معايا لازم اعمل جبهات، فلازم ازيد، لازم عمر جابر يطلع يزيد يعمل جبهه مع سيد نيمار، ما انا بهاجم الكلام ده، انا واقف لو انا بدافع ماشي، عمر جابر هيثبت، لكن بس فتوح برضك لازم يزيد، لازم يزيد مع شلبي، لازم عشان يبقى في عندك الكثافه العدديه. لكن لو وقف لما هيبقى نيمار لوحده ناحيه اليمين، مصطفى شلبي لوحده ناحيه الشمال، هتضطر يبقى ناصر منسي مهاجم لوحده، لكن دول لو زاد عمر جابر سيد نيمار هيخش ممكن يبقى مهاجم تاني، مصطفى شلبي يخش ممكن يبقى هاجم تاني، لو فتوح يطلع، يبقى عندك الكثافه العدديه اللي انت تقدر تسجل منها.